موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وسائل إعلام إيرانية تعلن مقتل قياديين من ميليشيا الحرس الثوري الإيرانية إثر قصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق يوم أمس وفق وكالة الأناضول. رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض سالم المصلح يقول إن روسيا لم تكتفي بقتل السوريين في وطنهم، إنما تعمل الآن على زجهم في حربها الظالمة ضد الشعب الأوكراني على حد وصفه. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 12 عنصراً من قوات قسد قالت إنهم نفذوا هجوماً على منطقة عملية درع الفرات شمالية سوريا. رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم يتحدث عن اختراقات في صفوف المعارضة السورية خلال لقاء أجراه مع صحيفة القبس الكويتية. قوات سوريا الديمقراطية تشن حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول شرقي محافظة الحزكة وفق شبكة الخابور المحلية. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن لجوء 1 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة لها منذ بدء الهجوم الروسي.